اولا كنشكركم بعدا على هذا حق الرد اللي جيتوا للاداره باش توقفوا على الوقائع كما كانت. دابا الى جينا نشوفوا اشنو هذا الشهر، حنا راه حنا في لافان ديال لو مواد مارس وافريل، وافريل اللي غيدخل ان شاء الله، وحنا راه وصلنا دابا العام راه كمل بالنسبه لينا. بالنسبه للعمليه التسجيل بالاحياء الجامعيه على العموم، ان المكتب الوطني للاعمال الجامعيه والاجتماعيه والثقافيه راه داير واحد البلاتفورم اللي الطلبه كيبوستيريو فيها لي دوموند دو ريزيدونس ديالهم في لو موا دوت، وفي سبتمبر كتجينا حنا واحد القائمه ديالهم وان كلي باش كنديروا نشوفوا النيت، واش دوك المعلومات اللي دواو بها الطلبه واش صحيحه ولا ما صحيحه. بالنسبه للطلبه القدامى حنا كنديروا لهم اعاده تسجيل، حنا دابا في هذا الوقت راه سالينا لا اعاده تسجيل ديال الطلبه القدامى لا تسجيل الطلبه الجدد. بالنسبه للتسجيل في الحي الجامعي، الولوج ديال الحي الجامعي راه عنده ضوابط وعنده قواعد، راه خصو يكون الطالب ما استوفاش المدة القانونية في الحي، وخصو يكون طالب كيتابع الدروس ديالو في إحدى الجامعات التابعة لجامعة الحسن الثاني التي تتوفر والمعاهد التي لا تتوفر على داخليات. بالنسبة لهذه الحالة اللي تصادفتوا معها اليوم، راه بعض منهم ما بقاش كيقرأ وما بقاش طالب. وحنا بالنسبة لعملية التسجيل اللي جاونا في الوقت القانوني ديالها واللي زدنا لهم دي تريتمون فافور، راه سكننا لحد الساعه ما يزيد على 36 طالب، على 36 طالب سكناهم، وعندهم ما غنقولكش الامتيازات، ولكن عندهم واحد دي تريتمون فافور اللي كتعطي لهم الاداره، وهو راه كيستافد من نص الوجبه. راه الطلبه كيشريو وجبه الغذائيه ديالهم ب 0.40، هو راه كياخذها ب 0.70، وثانيا في اللواي راه كيسكن ب 40 درهم الطالب ب 40 درهم للشهر، هو راه كيسكن غير ب 20 درهم. خصو يكون طالب، وخصو يكون يتوفر على شهادات مع ذوي ديال ذوي الاحتياجات الخاصه، وهاد الشروط راه متوفره فيما يزيد على 36 طالب احنا سكناهم. بالنسبه لهاد الطلبه راه كاين اللي استوفى المده القانونيه ديالو في الحي، راه بحال هذا دابا راه سكن واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه، فين غادي مازال؟ راه خصو يخلي البلاصه ديالو لواحد المكفوف اخر، لواحد الطالب عادي اللي ممكن عاود يجي يسكن. نفس الشيء بالنسبه لهذه الحاله، هذه الحالات كلهم راهم في الباب ومستوفيين المده القانونيه ديالهم في الحي. وثانيا هذوك العشره اللي كاينين تما راه فيهم واحد جوج ثلاثة أربعة، هادو ساكنين، هادو دابا اللي كانين تما في الحي في الباب راهما ساكنين، وجاو متضامنين مع هادوك اللي ما ساكنين شايت، واللي وفيهم كاع اللي أصلا ماشي طلبة. ودابا راه اليوم راه عرقلوا لينا السير العادي ديال المرفق العام، راه باش نزودوا المطعم الجامعي بالمواد الغذائية راه يعني لقينا فيه مشاكل، ولقينا فيه دي ديفيكولتي باش ندخلوا يعني لي ترونسبور باش نزودوا المطعم الجامعي. وحتى الطلبه العاديين راه ساكنه عندنا 2200 طالب، وهادو العشرة اربعه ساكنين، سته ساكنين واربعه ما ساكنينش، راه عرقلوا لنا حتى السير العادي ديال الدخول والخروج ديال الطلبه العاديين اللي وصلنا دابا ل 2400 طالب، يعني عرقلنا لهم الدخول ديالهم والخروج ديالهم للحي. بالنسبه الا كانت الاداره ما فتحاتش الباب لهاد الستة، كيفاش تفتحت الباب لهاد 36 وسكنات؟ ها هي 36 ساكنة بليفيش ديالهم، كلشي ديالهم وبالمعلومات ديالهم وكلشي، ها هما ساكنين. هادو اللي كتشوف فيهم هاد راه ديال ذوي الاحتياجات الخاصة، راه كلهم 36 ساكنين، كلهم راه فيهم هاد الفيشات يعني ديال الشهادة الطبية، راهم ساكنين. الإدارة غدوي اللي طالب وعندو ومتوفرة فيه الشروط ديال السكن والشروط ديال الإيواء. حنا راه ما عندناش معاهم حتى شي مشكل، وما عندناش معاهم حتى شي حساسية، طالب اللي عادي وعندو الشروط ديالو وعندو القوانين ديالو مرحبا به، اللي ماشي طالب ولا استوفى المدة القانونية ديالو، راه بالنسبه لينا حنا راه ما محسوبش علينا، وما عندنا عليه حتى شي ما عندناش عليه، زعما ما عندناش علاش نهضروا معاه، حيت اولا ماشي طالب ولا استوفى المده القانونيه ديالو في الحي. بالنسبه للراي العام، الحي الجامعي راه مؤسسه اجتماعيه كتقدم للطلبه القاطنين
الإيواء، وكتقدم لهم الإطعام، وكتعطيهم والرعاية والتغطية الصحية والمرافق الرياضية والمرافق الاجتماعية. اللي طالب ومستوفى في ومستوفية في الشروط الضرورية راه ساكن، اللي ماشي طالب ولا وفى المدة القانونية ديالو راه ما سكنش حتى ما غاديش يسكن. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.